انا ارى يعني ان لا احد يشك بنجوميه نور ولا احد يشك مكانه نور، وهذا اللاعب انا اعتبره من اعظم من مر على الكره السعوديه. اتحادي ولا السعوديه كلها؟ الكره السعوديه لم يعني لاعب يعني انا اعتبره افضل لاعب وسط بعد يوسف الريال. فمحمد نور لا حد يعني نجم كبير 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 يستاهل صراحه، ولكن ارى دعوه في لكن ان ابتعاد ممكن محمد نور سيفيد الاتحاد. وأنا أقول الكلمة هذه وأنا محب لهذا النجم الكبير وهذا الأسطورة صراحة. ويعني وجود نور الآن ممكن ابتعاده أو كان وجوده شوية يعني في الفترة الأخيرة، ولا هو فترة حقق إنجازات لا أحد يحققها، أكثر من 23 بطولة ممكن نور، لكن ابتعاده الآن ربما يكون من صالح فريق الاتحاد. ولا اريد ان ازيد اي كلام اخر على هذا. لا وضح ميخائيل وضح اكثر، بس هذا انا خليتك تسترسع عشان محبة لمكانة يعني نور. قصدك مثل ما راح للنصر هو استفاد على شكل شخصي والاتحاد، بس الاتحاد ما استفاد. لا يعني لا غاب عنه موسم ما استفاد او لا موسم لا لا اخوي يعني بس ابيك تسمح لي بس اني اقول الكلمة هذه ها، وما اعطيه يعني الاسباب او الاشكالية حبا لمكانة هذا النجم الكبير.